الصيانة الخفية 25 حاجة الشعب السوداني يجب أن يفهم هذه الحقائق. طيب نحن في شركة المواصلات وعقد تأسيس لشركة المواصلات مهام أكثر من 30 مهمة ما عندها أي علاقة بالمواصلات. هل هناك جهات باسم هذا العقد عقد التأسيس تقوم بهذه المهام تحت لافتة شركة المواصلات؟ ومنهم بسوي الكلام ده بوين؟ وتحت أي إشراف ورقابة؟ صحيح أي شركة تقول لك لازم تكون عندها مهام متعددة، لكن المهام المتعددة يجب أن تكون ذات علاقة بطبيعة الشركة نفسها. شنو علاقتها بالجسور الكبائر والفنادق والسياحة وإلى آخره؟ كان لكم حاجات كده برضه كمبيوترات، كل شيء متخصصة، أجهزة الشحنية، الكهربائية، يعني حاجات كده كثيرة جدا. طيب منو بيشتغلوا الشغل ده؟ هل هم أصحاب الأسهم دي؟ وللعلم بأنه في شركة هنا دي كانت تتبع لأحد أقرباء الرئيس المقلوع. الشغل ده وين؟ عايد شنو؟ وبيديروا منه؟ وبيمشي وين؟ طيب لمزيد من التوضيح عشان تشوفوا الواقع الآن في الشركة كيف؟ عندنا نحن حوالي 7 أنواع من البصات، مش كده يا باشمهندس؟ 8. طيب أقول لكم عندنا البصات الطويلة دي اسمها زولتونك، الأسطول بتاع 10 عربات، دي العربات الكورديون دي 10. عندنا 10 عربات، البصات العاملة فيها 6، المتعطلة 4، تاريخ الصنع بتاع 2016. عندنا 60 عربية مرسيدس الشغالة فيها 10 فقط، المتعطلة 50، الموديل بتاعها 2003. متوسط المسافات المقطوعة قبل وصولها لنا قبل ما يجيبوها لنا كان 1,000,000 كيلومتر. في الدومبينج عندنا 75، الأسطول بتاعنا 75، العامل 35، المتعطل 40. عندنا الفاو 92 عربية، العامل فيها 15، المتعطل 77. اليوتون 135 عربية، العامل فيها 12 فقط، المتوقف أو المتعطل 123. عندنا الدايو 175، البصات العاملة فيها 31 فقط، المتعطل 144. في بصات جديدة نسبيا جاتنا مؤخرا، هي ما جديدة. عندنا الهايجر 75، دي جات جديد، الجاهز فيه 40، المتعطل 35. الآسيا 150، الجاهز 74، المتعطل 76. دي موديل 1999 جاتنا، جابوها وهي موديل 99. ممكن باشمهندس بعدين يوريكم العربات اللي جات من قطر والعربات الجاية من السعودية، طريقة الشراء والحاصل فيها شنو. بالمعنى دي العدد الكلي اللي عندنا بتاع البصات، العدد الكلي 772 عربية، الجاهز منها 223، والمتعطل 549. لما نقول الجاهز، الجاهز ذاته يعني خشن بيوت، يعني الوصف بتاعه، لأنه ممكن يطلع الليلة ويجيك بكرة بحاجة، فده هو غاية البنحاحي فيه كده عشان نحفظ به دور الشركة في الشارع. طيب نظام التشغيل، عرباتنا دي يا جماعة 220 دي، نظام التشغيل فيها هو إنه السواق بيستلم العربية الصباح، مكلف السائق بتوريدة محددة مثلا 1,500. السواق يمشي بيشتري الجاز، بيجيب الكمساري بتاعه، بيجيك آخر الليل بيديك 1,500. عادة
اذا الشغل كويس العربيه بتجيب لحد 6 7 مليون. احنا بنشيل منها مليون ونص، ده نظام التشغيل اللي كان سائق، مليون ونص. السواق بيدفع 500 للجاز، بيدفع 500 للكمساي. بيبقى له حوالي 2000 3000 يوميا. اي عطل والسواق سايق العربيه بيجيبها، خلينا نصلحها له بالمليون ونص بتاعته دي. بالتالي الشركه شغاله لصالح افراد ومع تدني قيمه الجنيه السوداني وازدياد سعر قطع القيار، بقت عندنا مشكله كبيره جدا في مساله صيانه وادامه العربات الشغاله. المشكلة دي نوضح أبعادها. أولا السائق لما تديه العربية ويتكفل هو بالتوريد المحددة ما عنده التزام بالخط، ما عنده التزام بالخط ولا عنده التزام بتعرفة، لأنه ما شغال بنظام التذكرة. وفي أوقات الازدحام يطلع من قلب الخرطوم عشان يشتغل في الخطوط الطولية حول العاصمة. رغم ده وبالتشاور مع السائقين، رغم انه الحق عندهم، لكن استطعنا انه بالتعاون معهم انه نعمل على يعني ادخالهم في وقت الذروة في بعض المواقع لتفعيل التجمعات بتاعت الناس المنتظرة المواصلات. الفكرة عندنا تلقائيا وتدريجيا نعيد النظر في أمر التشغيل وفي خطة هتكلم عنها أيضا، اللي هي وضعنا خطة إسعافية منذ اليوم الأول، بدأت بإزالة التمكين في الشركة. الشركة كانت موقع من مواقع التمكين مش لعناصر المؤتمر الوطني وإنما للمجاهدين بمختلف مسمياتها. وانا قبل ما اقعد في الكرسي قلت اي زول جه الشركه دي لاغراض التمكين فوق رؤوس الناس ما حيكون عنده موقع في هذه الشركه، واي زول جابوا جهاز الامن يسدد شنطته ويمشي. والكلام ده انا سويته، ما قلت ساكت، الكلام ده كله انا سويته. مدراء الادارات، رئيس الامن، ضباط عناصر الامن في الامن الاقتصادي، مشرفي جهاز الامن الثمانيه في القطاعات، رؤساء مسؤولي المؤتمر الوطني والمجاهدين لحد امام المسجد امبارح. لانه اذا كنا دايرين نعمل اي خطه حقيقه وما بتتعمل الا اذا كنا مؤمنين بان هذه الخطه يجب ان تستهدف الناس الواقفه في الشارع. إذا كان في ناس أصلاً جو ضد الناس الموجودين في الشارع ديل، ما حيكون عندهم الاستعداد في إنهم ينفذوا هذه الخطة. لأن الخطة دي حقيقة ما مبنية على أساس مهني وإنما على أساس ثوري. لأن المهمة دي مهمة أنا أفتكرها، مش مهمة مهنية بتاع زول أفندي قاعد منتظر ولا مدير بتاع إدارة فنية قاعد ولا مدير، لا. الناس كلها يجب أن توظف كل طاقاتها وإمكاناتها من إنها تقدم مساهمة محترمة لهذه الشركة في حل الأزمة. عملنا النفير بتاع الصيانة، وللأمانة أنا أشكر كل الذين قاموا بهذا الجهد المقدر. عندنا شباب الآن لهم 12 يوم ببيتوا في الشركة من أجل إصلاح العربات المعطلة، ووقفنا كل المنصرفات إلا لصالح صيانة العربات. والشباب دي بجهد ما قالوا دارين تعريفها،
ما قالوا عاوزين اي حاجه، شغالين براهم وعملوا نفير لما حسوا بانه الناس كلها مجتهده من اجل تصحيح الاوضاع اللي كانت موجوده. حنعمل واتفقنا على تغيير نظام التشغيل. التشغيل الفات ده خلي الشركه ما عندها اي قدره في توجيه العربات بتاعتها لصالح الناس. هنعيد نظام التذاكر، هنعيد نظام الخطوط، هنعيد نظام المراقبة، وهنحدد التعرفة لكل خط من الخطوط. وعندنا عربات جاية من قطر هيتكلم عنها الباشمهندس، هنبدأ بيها هذه الخطة، وإن شاء الله نوعد كل المواطنين الموجودين في ولاية الخرطوم بأنه نحن حننقل الطلاب بنظام الأبونيه بالقدر الذي يجعل إدارة الجامعات والمؤسسات المعنية بإدارة القطاع الطلابي مع ولاية الخرطوم يتحمل العبء الأكبر في قيمة الأبونيه اللي حنكون حريصين في أنه نقدمه للأسر لضمان أنه الأولاد والبنات الطالعين من المدارس والجامعات يعني ما يخضعوا للابتزاز اللي بيحصل الآن بتاع التسعيرة خاصة بعد أوقات خروج العاملين. وأيضا هنعمل على إصدار قرار بأن كل المعاقين يترحلوا بالمجان في الشركات في مواصلات العاصمة. أيضا أقول بأنه كل الجهد لو وفرنا كل هذه العربات يبقى مساهمة الشركة ضمن الخطة الإسعافية لن تتجاوز 10% من قيمة القوى العاملة في مجال المواصلات بولاية الخرطوم. وحتى لو جبنا بكرة دي 1000 بص مرسيدس من ألمانيا جديد لينج هيكون جزء من الأزمة ولن يكون جزء من الحل للأسباب المتعلقة بجملة من القضايا، لأن قضية المواصلات هي قضية متشابكة عندها أبعاد كثيرة وعندها عناوين يجب أن يكون هناك تنسيق بينها. يجب أن يكون هناك تنسيق مع ممثلي البصات الأهلية اللي هو القطاع يمثل القطاع الخاص. يجب أن يكون في تنسيق مع ولاية الخرطوم، مع وزارة البنى التحتية، مع إدارة النقل والبترول، مع وزارة المالية بولاية الخرطوم، مع غرفة النقل، مع إدارة المرور، مع الهندسة المرورية، مع هندسة المدن، مع الشرطة لعلاقتها بالتعدي على الطرق. أنا دار أقول حاجة، السبب الرئيسي الآن في الأزمة هو الإشكالية المتعلقة بالازدحام المروري. طيب يا جماعة، أنا عندي بساط دار أدخلها في جاكسون الساعة 2 عشان أفض الازدحام، لما أجيب لي 100 عربية هتكون هي جزء من الأزمة وليس جزء من الحل، لأن المداخل ضيقة ومحددة وبالتالي تعطل العربات يؤدي إلى انسحاب أصحاب الحافلات. خلونا نتكلم بالمنطق، زول عنده حافلة داير يسترزق منها موقفة في ميدان جاكسو الساعة 2 داير يطلع من الميدان يسوق لحد أم درمان، عمل له فردة كده لحد أم درمان، هل يعقل بأنه زول يسوق عربية لمدة 3 ساعات بذات القيمة المحددة؟ يا يزيد القيمة أو يطلع من الخط. أغلب الناس أصحاب الحافلات الخاصة وحتى السواقين بتاعنا بيطلعوا في أوقات الزروة من قلب الخرطوم، لأنه بالنظر إلى الازدحام هم بيخسروا وقود، بيخسروا جهد، وعرباتهم بتستهلك، وبالتالي القيمة المادية للترحيل ما بتنسجم مع الاستهلاك اللي بيتم للعربية. أغلب العربات بقت تطلع في أوقات الذروة من قلب الخرطوم. هنا بتحصل الأزمة. الأزمة بتحصل نتيجة الازدحام. وعشان نعالج المسألة بتاعت المواصلات دي لابد بإدارة الهندسة المرورية وهندسة المدن من اتخاذ قرارات شجاعة وعاجلة.
جماعة المسألة دي قصة إنه وجود وحدات عسكرية في قلب الخرطوم تحتل مسافات كبيرة، المطار، الوزارات اللي قاعدة في قلب الخرطوم، المسألة دي بتحتاج لإعادة نظر ولقرارات عاجلة. إذا ما قدرنا اتخذنا قرارات هندسية متعلقة بهندسة المرور وهندسة المدن، حتظل هذه الأزمة ماسلة ومتفاقمة. ولو جبنا مليون عربية ما حتكون تساهم في قضية الحل. لذلك أنا قلت لا بد من التنسيق بين هذه القطاعات. السلطة التنفيذية لاهتمام بهذه القضية شكلت لجنة قومية برئاسة الدكتور يوسف عظم الضيف، فيها كل القطاعات دي. الآن أيضا تم تشكيل لجنة فرعية كما ذكرت. هذه اللجان الآن بوضع معالجات، فيها ضبط للقطاع الخاص بالعودة لنظام الخطوط والتذاكر والستيكر اللي بيحدد الخط اللي بتعمل فيه الشركة اللي بتعمل فيه العربية، وإذا وفي دفتر لا بد من إنك تعمل عدد من الرحلات حتى تطبق لك بالوقت. وتم إبعاد جهاز الأمن من الإشراف على الوقود من الجيل الحربي العربية، وده تم بتعيين حوالي 900 من شباب المقاومة. الآن هم في دورات بقرض المراقبة وتعيينهم في إدارة النفط والبترول، مراقبة الوقود، مراقبة الطرمبات، ومراقبة الحافلات والبصات في مواقع الأزمات. في حاجة لابد أن يعني أقولها، في ناس كثيرين يفتكروا محمد زياد هو المعني بأزمة المواصلات ككل، يعني أنا حقيقة معني بالإشراف على شركة المواصلات اللي هي مفترض أنها تمثل القطاع العام، ولأنه القطاع العام يفترض أن يكون القطاع الرائد في مجال المواصلات في أعتى الدول الرأسمالية. قطاع المواصلات دائما بتقوم به الدولة، القطاع الخاص هو قطاع مساعد. فإذا انسحب القطاع العام عن دوره في عملية النقل والترحيل للمواطنين، هنا يمكن للقطاع الخاص أن يتكلت زي ما بيقولوا على الناس ويفرض يعني رؤيته في التزعيرة وفي الخطوة وإلى آخره. وكلنا بنعاني الآن من مسألة التزعيرة وعدم وجود العربات، حتى الخط الواحد تلقاه يتقسم لأكثر من خط. نحن في شركة المواصلات ما معنيين بالحافلات ولا معنيين بال المركزي ولا الهايس ولا خلاف، احنا معنيين بالبصات. لكن في اطار المهمه المشتركه بننسق مع كل الاطراف لفرض الوصول الى معالجه لهذا الامر. رفعنا توصيه، وانا اعتقد انها توصيه مهمه، وبدون اي جهد مالي بقرار اداري يمكن معالجه الازمه بنسبه 40%، وده بتعديل مواعيد العمل. زمانك السودانيين اصلا يعني الحاجه الجديده دائما يعني يتوجسوا منها. تذكروا موضوع المرور اللي اسمه البكور زمانك ذاك، صحونا الصباح بدري كده لما جاء لغوه نسينا، واحنا ذاته لانه ما كنا اعتدنا على ما هو قائم. يعني الان يفترض ان نرجع الى كثير من المعالجات تمت في كثير من المدن المزدحمه. الطلاب يبدو العمل، يبدو الدراسة من الساعة 7 صباحا لحد الساعة 1:30، والموظفين والعمال يبدو من 8 من 9 لحد الساعة 4. أعتقد المسألة دي حسب دراسات كثيرة شكلت معالجة لـ 44% من نسبة الازدحام اللي كان بيتم في الطرق، وبتجعل حتى أولياء الأمور نفسهم اللي عندهم عربات خاصة يساهموا في ترحيل أبنائهم ويجوا راجعين البيت ويلبسوا بعدها يمشوا الشغل. أنا أعتقد أنه ده قرار يجب أن يصدر بشكل عاجل، لأنه فيه حل مقبول لأزمة الازدحام اللي أصبحت يعني تشكل عبء كبير جدا في داخل العاصمة القومية. على المدى المتوسط بالإضافة إلى معالجة الحركة النظام التشغيلي
والصيانة. على المدى المتوسط احنا بنفتكر انه الباصات بتاعتنا دي غير قادرة على تحمل عبء إدارة مواصلات في داخل العاصمة لأنها كلها منتهية. وتكلفة إصلاح العربات دي يمكن أن تكون بقيمة عربات جديدة. بنفتكر انه هذه العربات يفترض انها تتعمل لها لجنة حكومية لبيع. العربات دي كلها لازم تتباع. والعائد بتاعها يتعمل به ورش بمواصفات حديثة وورش متحركة وتأهيل العاملين في الإدارة الفنية بما يجعلهم قادرين على معالجات عاجلة لكل الأعطال اللي بتحدث أثناء ساعات العمل. ده أمر مهم. والمطلوب استيراد 1000 عربية أو بص بمواصفات تتناسب مع طبيعة البنية التحتية بتاعتنا الهالكة دي والمناخ بتاع السودان. أنا أعتقد إنه ده إذا تم في الأول بوحد البصات وبالتالي بوحد الإشراف وبزيد من القدرات بتاعت العاملين الفنيين في عملية الإصلاح. نمرة 2، العربات تتم صيانتها ويمكن عدم ترخيصها في الخرطوم عشان ما تبقى هي ذاتها عبء في مدينة أصبحت مكتظة. وده هو اللي بيخلينا نقول بأنه القطاع العام يفترض أن يصبح قطاع رائد في مجال النقل. خطة إسعافية تكلمت عنها، إعادة صيانة عشان نقدر نحصل الشارع دي، إعادة نظام الحركة والتشغيل، العودة لنظام الخطوط والتذكرة والمراقبة، وعلى المستوى المتوسط بيعفك هذه العربات وعدم ترخيصها في الولاية، وبالعهد بتاعنا نقدر نعمل ورش عندها القدرة على استيعاب العربات الجديدة. على المستوى الاستراتيجي دي أنا ما أدخل في تفاصيله لأنه الآن هناك دراسات كثيرة جدا قدمت من بعض بيوتات الخبرة المحلية والعالمية لعمل يعني الأنفاق والتغماج والقطار وإلى آخره. ده موضوع الآن الكلام فيه ترف، ونحن قدامنا واقع يحتاج لمعالجات عاجلة. أنا أكتفي بهذا القدر، وعارف يمكن الناس كلها تكون